اتنين غواصة نووية روسية على بعد 150 كيلو من أمريكا. فاكرين حضراتكم 1962 أو قارينا عن أحداث الأزمة الكوبية الشهيرة جدا لما الرئيس الكوبي فيدل كاسترو أو الزعيم الكوبي فيدل كاسترو طلب دعم النووي السوفيتي لمواجهة أمريكا بعد أزمة خليج الخنازير الشهيرة وشرحناها قبل كده. وفعلا وصلت صواريخ نووية سوفيتية إلى كوبا على بعد 140 أو 150 كيلو من أمريكا أو من ولاية فلوريدا الأمريكية. كل شوية بنلاقي بنقرب من هذا الموضوع شوية. في يونيو 2024 الأسطول الشمالي الروسي بعت 4 قطع حربية إلى كوبا، لكن ال4 قطع دول فيهم خطرين كبار، فيهم فرقاطة أول مرة تمشي هذه المسافة الطويلة جدا وتصل إلى كوبا. الفرقاطة دي حديثة جدا وعليها أسلحة حديثة للغاية، ولما هذه الفرقاطة وصلت إلى قرب المياه البريطانية وقرب قواعد عسكرية في اسكتلندا، صحيفة التايمز قالت الروس جايين يدونا رسالة عشان موقفنا في أوكرانيا. والمذهل ورغم أن في مدمرة بريطانية رافقت هذه القافلة البحرية اللي فيها الفرقاطة دي من بعد، إلا أنه الإنجليز قالوا أن كان في أدوات تشويش بصرية متداخلة صعبة جدا تؤدي إلى هلوسة وإلى مشاكل كتيرة جدا في المجال المستهدف من مجالات المعركة. يبقى إذن في أسلحة جديدة لأول مرة استعرضتها روسيا على هذه الفرقاطة. يبقى الفرقاطة ديت هي الخطر الكبير في هذه القافلة، إنما كمان في خطر أكبر إن في غواصة نووية في هذه القافلة. يبقى هم 4 قطع بحرية فيهم فرقاطة حديثة وفيهم غواصة نووية، الأربعة دول قافلة طلعوا على كوبا. طبعا هذه الرحلة الطويلة جدا، ولما وصلوا إلى كوبا أصبحوا على بعد 140 أو 150 كيلو من سواحل فلوريدا الأمريكية. الأمريكان طبعا بعتوا غواصة نووية وقطع بحرية لمتابعة ذلك، ولو نحن مش قلقانين مفيش خطر من ذلك، إنما تابعوا هذه القافلة حتى غادرت بعد كده المياه الكوبية. دي كانت رسالة إنه نقدر نبعت غواصة نووية على بعد ما فيش دقائق من أمريكا، وإن هذه الغواصة مسلحة نوويا، وبالتالي التصعيد الكبير في أوكرانيا ممكن يرد عليه بتصعيد كبير جدا حتى قرب السواحل الأمريكية. هذه الفرقاطة الحديثة جدا بحسب قائد الأسطول الشمال الروسي ومع الغواصة النووية والسفينتين اللي موجودين في القافلة اللي فيها 4 قطع بحرية دي، لسه قدامها مجهود كبير وسفر كبير آلاف الأميال البحرية، استعراض روسي كبير جدا. ولما جم قرب المياه الإقليمية البريطانية عملوا تدريبات عسكرية غير مسبوقة في هذا المكان قرب المياه الإقليمية البريطانية. إذن رسالة روسية ترفع مستوى التوتر في العالم، قرب سواحل بريطانيا، قرب سواحل أمريكا، في بحار ومحيطات أخرى قافلة فيها فرقاطة حديثة تعمل لأول مرة أو تغادر روسيا لأول مرة وفيها غواصة نووية. الحرب الروسية الأوكرانية كل يوم تأتي بجديد، وكل جديد يدفع العالم أكثر في اتجاه حافة الهاوية لا قدر الله.